هذا الشيء راه خدام، طالب في اللغه الانجليزيه 4 المليون هذيك الشريف، 3 المليون هذيك الشريف في الشهر، ما غاديش تخلصها لك انت استاذ جامعي. الناس اللي كيسولوا على كيفاش ممكن نجمع راس المال، انا ما عنديش راس المال بغيت نجمع راس المال. شوف كاين بزاف ديال لي دومين اللي تقدر انك تخدم بهم وتجمع راس المال، عندك راس المال تدخل لهم. كاينه واحد القضيه اولى ديال انه عندك شي مهاره، عندك شي مهاره كتعرف دير شي حاجه تقدر تسوقها سيغ انترنت. انت مثلا طالب في اللغه الانجليزيه، طالب في اللغه الانجليزيه تتقن اللغه الانجليزيه وتتقن اللغه العربيه، تقدر تخدم في الترجمه. وكنت سبق لي ودرت واحد الحلقه في الترجمه وكانوا جاوني دي زيميل، دازت واحد الوقيته شي 6 شهور ولا هذا، وبداو تيجوني دي زيميل ديال الناس خدموا في الترجمه، ياك ادبي ياك سيد عندك الانجلي، بزاف الناس يقول لك الانجلي اش بينا نديرو بها، تيفكر يخدم استاذ. هما الناس خدامين في الترجمه، خدامين في الترجمه، تقدر تخدم بها الترجمه، انت ترجمها راس المال، كتعرف دير شي، المهم كتعرف دير شي تخربيقه، حاول انك تسوق هذيك الخدمات ديالك، فيفر ابورك كونتاكتي الشركات سيغ لو ويب، هادشي راه خدام، كونتاكتي الشركات سيغ لو ويب، كتبرمج انت مبرمج كونتاكتي الشركات سيغ لو ويب، كاينين. وراه درت واحد الحلقه سيرجع عليها في لاشين ديال كيفاش انك تدبر على راسك مع الشركات، وهذيك الحلقه راه بناء درتها في لاشين غير حيت بغيت الناس ديال لاشين يستافدوا. وما كنت هادشي كنت نجاوب عليه كسؤال في اللايف، وكانوا كيجيو الناس في اللايف، الا كانوا الناس معنا في اللايف اللي كيتابعوا في اليوتيوب كونفيرمي، تيقول لك الله يرحم ليك الوالدين اخويا وليت تنخدم مع الشركات، كيشد افير ب 10000 درهم في الشهر، كيتخلص ب 10000 درهم في الشهر ما مزياناش، خدام انت مع واحد ثلاثه الشركات اربعه الشركات ما مزياناش، 4 المليون هذيك الشريف، 3 المليون هذيك الشريف في الشهر، ما غاديش تخلصها لك انت استاذ جامعي، 4 المليون راه والله تخلصها استاذ جامعي راه تضلي سميتو. والناس يخدموا هادو تقدر تجمع بهم راس المال، تقدر تخدم بها كاع هادي الا بغيتي. الناس اللي هما زيرو خدم اخويا سير دير ديجيتال برودكت، راه هي صعيبه من هنا، انت ما عندكش حد، انت ما عندكش مهارات، الشغل ما عنديش كي ندير لك، سير اخويا خدم في ديجيتال برودكت، سير دير ديجيتال برودكت مع راسك، سير اخويا كاينه واحد الحلقه اخرى هضرت فيها على انه كاين دي ميكرو سيرفيس تقدر تخدم بهم، مثلا لي كونت فيسبوك، تكري دي كونت فيسبوك قدام وتبيعهم، حيت كاين الناس اللي كيشريوهم، ما عندكش مهارات تقدر دير هادشي وتجمع راس المال. دير اخويا كاديبي، الكاديبي حتى هو خدام كاديبي، قلب على هاد الدومين، هادو كلهم دي دومين باش تجمع راس المال. ولكن راه ملي تنقولوا هاد لي دومين باش تجمع راس المال، راه دومين باش تجمع راس المال، ماشي دومين اللي تبقى معول عليه، حيت كاين اخويا اللي كيذوق الفلوس وكيعجبو الحال وكيلقى راسو ضرب تما راه في هذاك الشيء واحد 6 شهور ولا 7 شهور ضرب تما راه وعجبو الحال، فهمتي، رشقات ليه وتيولي تقاتل غير في هذاك الشيء. هذا اكبر خطا، انت النهار الاول دخلتي لهذا الشيء باش تجمع راس المال ماشي باش تخدم به، حيت النهار غادي تبغي انت تبقى خدام عليه راه ما غاديش يصدق ليك، حيت هذا الشيء ماشي ديال الدوام، الدوام ماشي هذا الشيء، الدوام خصك دير حوايج اخرين.